كشف موقع صوت العاصمة عن تسعيرة الحصول على كرسي في مجالس البلديات أو المجالس المحلية خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في مناطق سيطرة النظام، والتي قد تصل إلى 150 مليون ليرة سورية. وأضاف الموقع أن الرشوة تختلف بحسب المنصب وأهمية المنطقة أو البلدية المراد استلامها، مشيراً إلى أن منصب عضو في البلدية تبدأ تسعيرته من 50 مليون ليرة سورية، ومنصب رئيس البلدية قد يكلف 100 مليون ليرة، في حين يتطلب الدخول إلى مجلس المحافظة دفع ما لا يقل عن 150 مليون ليرة سورية وفقاً للمصدر. إذن عن طريق الرشوة تستطيعون حجز مقعد لكم في البلدية لاستلام منصب معين وتمشية أمور العائلة، لكن من يستطيع أن يراهن أننا في حال دفعنا هذا المبلغ سوف نستطيع البقاء في هذا المنصب، أو على الأقل نستطيع تحقيق ما يراد منه من هذا المنصب في البلدية، سواء كنت رئيس بلدية أو بمنصب أقل. ننتقل إلى موضوعنا الآخر. ذكرت صحيفة الوطن الموالية أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون والجوز يحرم السوريون من تحضير المونة وخاصة المكدوس خلال الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن سعر كيلو زيت الزيتون وصل إلى 22 ألفاً، أما سعر كيلو الجوز فتراوح بين 50 و60 ألف ليرة، في حين سجل سعر لتر الزيت النباتي 14,800 ليرة في الأسواق. من جهته عد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق خبزة ارتفاع أسعار هذه المواد بأنها حادثة ستتكرر بشكل دائم في مواسم المونة، مرجع عن ذلك لاستغلال التجار وشح المواد التي تباع في مؤسسات النظام. إذن اسم أمين سر جمعية حماية المستهلك هو عبد الرزاق حبزة، ويعني في إشارة إلى هذا الخبر من جديد، في كل سنة هناك فعلا ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية حتى في المناطق التي تشتهر بزراعة زيت الزيتون والجوز، أصبح اليوم من الكماليات ومن المواد الباهظة الثمن حتى لو كانت منتج محلي وموجود بكثرة في الأسواق. إلى خبرنا الآخر، كشفت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام استقالة العديد من الممرضين من المشافي الحكومية بسبب انخفاض دخولهم وإجبارهم على العمل لساعات إضافية من دون دفع تعويض مادي لهم. وبيّن مصدر في اتحاد العمال في اللاذقية أن قرابة 31 عاملاً من فئات عدة ضمن قطاع الصحة تقدموا بطلبات استقالة من العمل خلال الفترة الحالية بسبب تدني الدخل مقارنة بالمصروف، وخاصة فيما يتعلق بأجور النقل والمواصلات. هذا وتشهد المشافي نقصاً بعدد الأطباء في بعض الاختصاصات من جراء تصاعد الهجرة بين الكوادر الصحية والطبية. سجلت أسعار المازوت ارتفاعاً غير مسبوق في محافظة اللاذقية بزيادة تتجاوز 10 أضعاف عن السعر المدعوم، في ظل غيابه عن محطات الوقود وتوفره في السوق السوداء. وتبلغ كلفة 5 لترات من المازوت 30,000 ليرة، مع توقع عدد من المواطنين بأن تصل تعبئتها إلى 50,000 ليرة في حال لم يتم ضبط عملية بيع المازوت وتوفيره، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن الموالية. هذا ويطالب أهالي مناطق ريفية في اللاذقية بتوفير مادة المازوت خلال الشهر الجاري قبل دخول فصل الشتاء بشكل فعلي، للحد من استغلال حاجة السكان لوسائل التدفئة كما جرى في سنوات سابقة.
بات الأمر متوقع يعني ارتفاع أسعار المحروقات عند قدوم فصل الشتاء، لم يعد الموضوع غريب على الأهالي. أصلاً الأهالي لا يستطيعون اليوم تأمين حاجة الشتاء بشكل كافي حتى من المازوت والبنزين المدعومين. قررت حكومة النظام إلغاء اعتماد التوقيت الشتوي واعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام، ولم توضح حكومة النظام أسباب هذا القرار. هذا وكان سابقاً يعتمد تبديل التوقيت إلى الشتوي مع بداية فصل الخريف، حيث يتم تأخير ساعة إلى الوراء ثم إعادتها مع بداية فصل الصيف. حصلت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على جائزة نانسن لهذا العام، والتي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب مواقفها وسياستها الخاصة باستقبال طالبي اللجوء وفتح الأبواب لهم خلال فترة حكمها. وقال رئيس مفوضية اللاجئين فيليبيو غراندي إن ميركل أظهرت شجاعة أخلاقية وسياسة كبرى عبر مساعدتها لأكثر من مليون لاجئ على الاستمرار وإعادة بناء حياتهم. هذا وكانت أنجيلا ميركل قد فازت بجائزة السلام الخاصة بمنظمة اليونسكو في وقت سابق لقبولها أعدادا كبيرة من اللاجئين في بلادها. ختام نشرة أحوال لحلقة اليوم. أما الآن إلى ملفات الليلة، ونبدأها للأسف بموضوع مؤسف وهو التشرد في حدائق دمشق.